سعيد الزرع، رئيس جمعية أطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص المغرب. بالنسبة لنصائح رمضان، احنا اللي كنشوفوا بكثرة كنشوفوا النساء الحوامل. دونك النساء الحوامل بزاف ديال هاد السؤال، الأسئلة اللي كيطرحوها علينا، واش خصهم يصوموا ولا ما يصوموش. دونك هذا واحد الورش، واحد الورش اللي هو كبير، واحد الأسئلة اللي هي كبيرة. تقريبا أي مرة حامل كتجي كتسقسينا الله يعطيك الصحة، واش يمكن لي نصوم، واش ما يمكنليش نصوم، واش هادي يأثر لي على الجنين، واش ما يأثرش على الجنين، واش دونك على أي حال واحد عدة الأسئلة. ألو اللي كيمكن لي نقول بالنسبة للمرأة الحامل، إذا كانت الأكثرية بداك الثلاث أشهر الأولى من الحمل، فاش كيكون بعض المرات تقيؤ، ولا كيكون بعض المرات رضان، ولا كيكون ديسونولونس، ولا لا فاتيك بزاف، ولا هذا، إلا تغلبت راه لا حرج عليها، لا حرج عليها بتاتا وإطلاقا. يمكن لا تفكر وحتى تولي ترضو من بعد، لأن ما يمكنلاش واحد الإنسان اللي هو مريض، واحد الإنسان هذه راه كمريض. دونك وإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. دونك هذا الانسان الا كان مريض ولا كان هذا راه ما يمكنلوش يصوم. والمراه الحامل في الشهور الاولى كتكون مريضه، كتكون عندها واحد العدد ديال المشاكل في بالنسبه للجسم ديالها، لان التغيرات هرمونيه ديال الهرمونات كلها في الجسم ديالها اللي كيعطي واحد العدد المشاكل اللي كيصعب عليها بالصيام. دونك على اي حال الا تغلبت خصها تفطر، ما كاين حتى شي اشكال، يمكن لها تصوم من بعد. بالنسبه للفتره الثانيه او الثالثه من الحمل، ستادير لو دوزيام تريمستر ولا لو توازيام تريمستر، كتكون على اي حال الامور شويه احسن من الثلاث الاشهر الاولى. دونك هنا فلا باس الا قدرت تصوم وما تغلبتش، فلا باس يمكن لها تصوم. اما الا تغلبت راه ما كاين حتى شي مشكل من الناحيه ديال الطبيه. الا تغلبت راه يمكن لها تفطر وحتى تولي تصبر من بعد. من الناحية الدينية وكذلك، لأن الإنسان كمريض ولا الإنسان كحامل راه ما كاين حتى شي مشكل، الإنسان إلا تغلب هذه يفطر وهذه يولي من بعد. بالنسبة للجنين ما كنظنش واش كاين شي تأثير، ما كاين حتى شي تأثير بتاتا إطلاقا، إلا في حالة بعض الأعراض اللي كتكون حمل مع مشكل آخر. دابا ناخذ واحد السيدة عندها القلب والحمل، ولا عندها إنانيمي والحمل، ولا عندها مشكل ديال الدقه والحمل، ولا عندها مشكل واحد العده المشاكل اللي كتقدر، ولا اما لدي دي سيستم، ولا واحد العدد ديال المشاكل اللي كتكون مع الحمل. دونك انا لابد اول استشاره الطبيب. دونك ما يمكنليش الانسان، ولا السكري، داء السكري والحمل، ولا ارتفاع الضغط الدموي والحمل، ولا دونك لابد الانسان اولا استشاره الطبيب، استشاره الطبيب ديالها. السيده اللي حامل في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم، لابد تلقى الطبيب ديالها، هذه يفحص وهذه يشوف شنو كاين. الى رخص ليها وكان ما كان حتى شي مشكل ليها ودي فلا باس يمكن لها تصوم. اما الى هو شاب راسو راه واحد العدد المشاكل اللي يمكن لها تاثر عليها ولا تاثر على الجنين ديالها، وكان فلا باس تولي تفطر حتى تولي تهضم من بعد. وربي يتقبل منا جميعا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وصيامكم مبارك وسعيد، والله يحفظ الجميع. وعلى اي حال استشاره الاطباء هي مهمه 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 بزاف في رمضان بالنسبه للمراه الحامل. دونك اللي كنصحو به هي اي امراه حامل لابد اولا تتبع الحمل ديالها، وثانيا لابد باستشاره الطبيب باش هو اللي غادي يشوف واش يمكن لها ولا ما يمكنلهاش تكمل الصيام، ولا يمكن لها ولا ما يمكنلهاش تصوم ولا تفطر ولا هذا حتى تولي تردو من بعد. وربي سبحانه الله الرحمن الرحيم يقول منا جميعا. شكرا. فيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.